انا الدكتور ياسر شعبان، اسيستنت بروفيسور في كليه الهندسه جامعه حلوان. اخذت البكالوريوس والماجستير في كل هنا في مصر في كليه الهندسه، وبعد كده حصلت على منحه كامله من جامعه مونتريال لدراسه الدكتوراه. درست فتره في كندا، درست في جامعات زي جامعه ماجيل وجامعه كونكورديا وجامعه مونتريال وبوليتكنيك دو موريال. حصلت على افضل بحث لعام 2014 من اكبر هيئه للمهندسين الصناعيين في العالم اللي هي الانستيتيوت اوف اندستريال انجينيرز، وفي برضه جائزه ثانيه كانت من سوسايتي اوف انجينيرنج اند مانجمنت سيستم، ودي برضه مؤسسه موجوده في امريكا. الرساله الدكتوراه بتاعتي رشحت لافضل رساله في عام 2014 في جامعه مونتريال، وكانت ثمار المجهود دوت اللي فيه لنا بحث او لنا مشروع تم تطبيقه في اكبر شركه لمحركات الطيران في العالم. في خلال الفتره ديت انا يعني شفت دول كتير وحضرت مؤتمرات وشفت ثقافات وشفت جامعات كتير، وكنت على يعني على علاقه قويه جدا بالمجتمعات والسوسايتيز الهندسيه في تقريبا في العالم كله. بعد كده لجأت للعمل التطوعي شويه، فمثلا انا حاليا مشترك اكاديمي مؤسسه علماء مصر، وديت مؤسسه بتساعد الناجحين من الطلاب للسفر للخارج والبحث العلمي. برضو انا حاليا عضو لجنه التعليم الهندسي في نقابه المهندسين المصريه. بصراحه في خلال فتره الدراسه وفتره التدريس ومن خلال الخبرات اللي انا اكتسبتها، لاحظت ان في شورتج او في تقصير كبير جدا في جزء البيزكس او الفاندامنتالز عند المهندسين المصريين والعرب. وطبعا هو مش هنقول نتيجه لمشاكل في التدريس بقدر ما هو ان التدريس يعني بقى في جزء نمطي في التدريس، وفي نفس الوقت لجوء الطلبه لموضوع الاكاديميه بطون البروفيشنال بقى اكتر بكتير من الاول.